تخيل يا أسامة يروح النت والجوالات نرجع نلعب كورة طال عمرك في العصر وخلاص ترجع الاجتماعات والسوالف كيرم بسطة شرعت ها وشرعت وغم واحد طاق طاق والله لا أموت والله لا أموت دهر يا شيخ والله الجوالات نعمة والله في أشياء صدق زي عندك اللوكيشن هذا الموقع. شوف أبو قول لك شيء لا إله إلا الله المواقع دي اسمع حط بس الموقع اللي تبغاه وامش صلى عني اللهم صل على محمد كل شيء تقدر أنت تستفيد منه يضرك على حسب استخدامك أنت جالس تستخدم الجوال بالطريقة الصحيحة ما يضرك يفيدك إيش دخل يقطع ما يقطع عادي تقدر يكون في نت وقت ما تجلس مع الناس قفل الجوال بس. أنت ما جلست والله من الفلسفة على رأسي